بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله بعد ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن الانترودكشن بتاعة الـ Responsive Layout Designing كمقدمة عامة، اليوم لازما يا جماعة نقف عند مفهوم مهم جدا ومفهوم أساسي ورئيسي في القصة بتاعة Responsive Designing، اللي هو مفهوم الميديا كويريز. شوفوا يا جماعة، هنبتدي بصراحة كده عشان نكون على بينة. الميديا كويريز ديت عبارة عن توتوريال لوحدها، كورس لوحده، كورس كامل كده، بعيدا عن القصة بتاعت ريسبونسيف ديزايننج. هو انت بتبتدي المفروض قبل ما تدخل ريسبونسيف ديزايننج تبقى عارف يعني ايه ميديا كويريز، وده اللي احنا هنحاول نوصله ان شاء الله باذن الله مع بعض، نتعلمه مع بعض ان شاء الله باذن الله ايه هي الميديا كويريز، بعدين نبتدي ندخل على ريسبونسيف ديزايننج. يعني معناها ان احنا مش هنبتدي ندخل تصميم موقع ريسبونسيف من غير ما نبتدي نكون فاهمين او نهضم القصه بتاعت الميديا كويريز ديت. فعلى مدار 10 حلقات او اكتر هيكون معانا المفهوم بتاع الميديا كويريز ابتداء من الحلقه بتاع النهارده يا جماعه. حلقه النهارده يا جماعه تحت العنوان ديت انترودكشن للميديا كويريز، مقدمة عن قصة الميديا كويريز. طيب، أول نقطة نتكلم عنها بصراحة يعني إيه ميديا كويري يا جماعة؟ الميديا كويريز دي ببساطة شديدة جدا دي عبارة عن موديل. موديل يا جماعة في عرف البرمجة على حد فهمي إن هو عبارة عن حاجة أنت مش بتبنيها، لا أكشلي أنت بتاخدها تركبها، فاهمني؟ يعني زي حاجة كده أوريدي ديزايند بيفور، متصممه قبل كده، كل اللي عليك ان انت جاست تاخدها وتركبها وتغير في البروبرتيز والفاليوز تبعها، فاهمني؟ ديت القصه بتاعت موديل. فالميديا كويريز ديت يا جماعه عباره عن موديلز بتساعدك كديفولو كديزاينر علشان تحدد اكسبريشنز معينه، تعبيرات اكسبريشن. كلمه اكسبريشن يا جماعه في عرف لغات البرمجه بيقولوا عليها اخف شويه من قصه يعني كونديشن، وساعات بيسووها بمشوار كونديشن بقصه شرط، بس هي بمثابه جمل شرطيه بسيطه، تمام؟ اكسبريشنز بسيطه بتساعد الديزاينر علشان يبتدي يعمل بصراحه كده عايز اقول كلمه يفصل، يخيط، يفصل التصميم بتاعه علشان يبقى كونفينانت، عشان يبقى ريسبونسيف، عشان يبقى متناسب، علشان يبقى متناسب مع مين؟ مع اكتر من طريقة عرض، من غير ما المس الكونتنت، من غير ما المس ملف ال HTML بتاعي. لا، شغلي كله انا ملف الستايلات تبعي، ملفات ال CSS بتاعي، تمام يا جماعة؟ ده بالنسبة لمقدمة كده عن الميديا كويري. فالمفهوم ديت مهم جدا ولازم نكون عارفين كويس خالص يعني ايه هي الاكسبريشنز ديت، الميديا كويريز ديت بتتكون ازاي، بنعملها ازاي، هي فيها ايه من جوه، ازاي اكتب الاكسبريشن ديت، طب الاكسبريشن ديت ليه صواب او الكلام ده ان شاء الله احنا هنحاول نأصله مع بعض على مدار الحلقات اللي جاية ديت. وكنقطة رئيسية هنتكلم عن الميديا كويري سينتاكس، كومباينينج ميديا كويريز، ميديا كويري موديفايرز، ميديا تايبس، ميديا فيتشرز، سكرين ديفايس، نقط كتير جدا ان شاء الله باذن الله، تقريبا في حدود ال 10 او 15 نقطه، كل نقطه اتكلم عنها في حلقه مستقله. ربنا ييسر كده ان شاء الله باذن الله ونحاول نغطي المفهوم ده، بعد منه ندخل على الجانب التطبيقي، عشان لما ندخل على الجانب التطبيقي نبقى احنا فاهمين كويس ايه القصص ديت. ومن باب التاصيل لمعلومه مهمه جدا يا جماعه، مش كل اللي احنا هنقوله في الاساس النظري بتاع الميديا كويري هنستخدمه في اساس واحنا بنطبق، لكن في نقط احنا نشرحها ونتكلم عنها ان شاء الله باذن الله مع بعض ممكن ما تلاقي لهاش مكان في التطبيق، لكن لما يجي الفاينل بروجكت انت ممكن يبقى ليك مطلق الحريه في ان انت تطبقها في المشروع بتاعك، تمام؟ ده اللي شاهد فيها في القصه ديت. طيب، يمكن يكون مفهوم الميديا كويريز ديت يا جماعه مش جديد، او احنا اتكلمنا عنه في السي اس اس لما كنا اتكلمنا عن قصه الرابط، وانا مش متذكر بالظبط، بس الحلقه ديت انا هحاول اراجع فيها المفهوم ده واصله مره تاني. طيب، فاكرين يا جماعه لما كنا نربط ملف ال HTML بملف ال CSS كنا نستخدم جمله ربط لينك ونحدد ريليشن شيب، كنا بنقول ستايل شيت وتايب عباره عن تكست على سي اس اس، ساعات ما كناش نكتب قصه ميديا اول ديت خالص، هنا الريفرنس بتاع الاتش ريفرنس بتاعي عباره عن ستايل سي اس اس. الفولدر بتاع الويب سايت بتاعي يا جماعه ما فيهوش غير ثلاث فولدرز، ثلاث فايلز، ملف اسمه اندكس دوت اتش تي ام ال، ملف اسمه برنت دوت سي اس اس، وملف اسمه ستايل دوت سي اس اس، وانا فاتحهم بشكل عمودي.
بشكل افقي. ادي ملف الاندكس بتاعي ما فيهوش غير هيد في جمله الربط وبادي في، والبادي في في باراجراف، المين ده فاضي والستايل ده فاضي ما فيهوش اي حاجه. فاكرين القصه بتاعت جمله الربط ديت؟ ساعات ما كناش بنكتب كلمه ميديا، مش تقليلا من شانها، لكنك انت لو ما كتبتش البروبرتي ميديا ديت معناها انها تاخد الديفوت الديفوت فاليو بتاعتها اللي هي ميديا تايب اول. معناها ايه يا جماعه؟ معناها ان انت راح تعرض التصميم ديت على اي سكرين، اي سكرين، او مش بتخصص سكرين معينه، او مش بتخصص نوع معين يتعرض عليه الموقع بتاعك ده. الله، هو في انواع مختلفه، ده في انواع مختلفه، ده اللي احنا هنحاول نراجعه كده مع بعض. طيب جميل، اوكي، معناه ايه الكلام ده؟ انا رابط ملف الستايل دوت سي اس اس، وانا ملف الستايل بتاعي لو انا كنت مستخدم سيلكتور عام يا جماعه، خلونا نستخدم بادي، بلاش سيلكتور عام. اوكي، نقول مثلا بادي، وهقول له انا فونت، او خلينا نقول باك جراوند يا جماعه، ولنفرض باك جراوند كلر، وهنقول له ولنفرض ريد. اوكي، ده معناه ان انت رابط ومستخدم اول، مستخدم ميديا اول، معناها ان اي شاشه، اي نوع، اي حاجه، هاند هيلد او تي في، لو انت كنت بتعرض موقع على تلفزيون، بتعرضه على على موبايلز، بتعرضه على بروجيكتور، بتعرضه على اي شاشه، فده الميديا اول، اي حاجه. فبالتالي هتلاقي ان التصميم بتاعك ياخد الـ ياخد الفاليوز بتاعتك ديت عادي خالص. تمام، اوكي، جميل. كنا بنقول طيب لو انا كنت محتاج اصعب الامور شويه واحط التصميم للويب سايت بتاعي على شاشه تانية، يعني عايزين نجرب، او على قيمه تانية، عايزين نغير قيمه الميديا ديت يا جماعه، فخلونا طيب نعمل سيلكشن على قصه ميديا، والمره دي هنخصص الموقع ديت علشان ياخد سبيشال ستايلنج لميديا برنت. ميديا برنت يا جماعه، لو انا قلت برنت هو بيقول لي برنت فاليو فور ميديا اتريبيوت لو. تمام، يعني انا الستايلات ديت هعملها بوت اكشولي علشان الموقع بتاعي يبقى برنتد، يعني يطبع، فاهمني؟ اوكي، انا هعمل كنترول اس، وساعتها هبتدي احط الملف بتاع برنت سي اس اس، عشان كده انا استخدمت يعني. فانا كده عندي ستايلين، عندي الموقع لو اتعرض على شاشات السكرينز، الشاشات كلها، تمام، او خليني المفروض اني اغير كلمة اول ديت واخليها مثلا سكرين. لو انا خليتها سكرين، فكده لو انا كنت بعرض الموقع بتاعي على السكرين، على الشاشات بس، تمام يا جماعه، اوكي، ياخد اللي مش عارف ايه ده. لو انا كنت بعرضه على برنت، طيب يعني انت بتعرض على الشاشات، خد الستايلات اللي موجوده في ملف السي اس اس اللي اسمه ستايل. لو انت بتعرضه عشان تطبعه، لا، خد لي حاجات تانيه، اتكلم، او خد الستايلز بتاعت مين، خد الستايلز الموجوده في ملف البرنت دوت اتش دوت سي اس اس. طيب، ملف البرنت دوت سي اس اس ديت يا جماعه ما فيهوش حاجه خالص. تمام، احنا هناخد السيلكتور بتاع البادي ده، تمام، وبس مش هنستخدم باك جراوند كلر، ولنفرض احنا هنستخدم سيلكتور تاني يا جماعه، هنقول مثلا فونت داش سايز، هنستخدم الفونت سايز يا جماعه ونخليه ولنفرض 100 بكسل. اوكي، الناس فهماني؟ انا ربطت بملفين سي اس اس، ملف اسمه برنت سي اس اس، حطيت فيه ستايلاتي الخاصه بالطباعه عشان اطبع الويب بيج ديت، وربطته من فوق، والملف التاني كان اسمه ستايل، وده اتحطيت فيه كل الجلوبال ستايلز بتاعي وخصصته عشان يتعرض على السكرينز. هذا المفهوم البسيط اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده في البيزك كونسبت بتاعت السي اس اس، ان السي اس اس يا جماعه قلنا انها بتوفر عليكم القصه دي. تمام، كنا بنحاول نشرح المفهوم ده. فخلونا نعمل كنترول اس وادي ريفرش ريلود، هتلاقي اني ما فيش حاجه حصلت على السكرينز، لاني انا بعرض على شاشه كمبيوتر، انا بعرض على شاشه كمبيوتر، فهو بالتالي متخصص علشان يبص على، اهو انت بتعرض لي على سكرين، فخدني الستايلات الموجوده في ملف الستايل دوت سي اس اس، ابص على ملف الستايل دوت سي اس اس في ايه، في بادي باك جراوند ريد بس. طيب فين البرنت؟ البرنت بتظهر لما انت تيجي تعمل له كنترول مع بي، لما تبتدي تعمل كنترول مع بي بتلاقي دي الستايل بتاعك اكزاكتلي يا جماعه، ده مش خط نورمال خالص، ده واخد ال 100 بكسل، الخط كبير جدا، انا كاتب كلمه ان ذا نيم اوف الله، وحتى كلمه لفظ الجلاله نزلت تحت، ده ال 100 بكسل. فانت كده عملت سمبليفيك، عملت ديفايننج، عملت سمبليفيكيشن، عملت تخصيص للستايلز بتاعك، او لرول واحده بس من رولز السي اس اس اللي كانت فونت سايز، عشان تبقى ديفرنت بتوين، ما بين ملف الستايل، ما بين نفس انا هيتعرض على الشاشه، وما بين نص انا نطبع. ده على سبيل التجربه يا جماعه،
وعلشان نراجع مع حضراتكم المفهوم ديت. جميل، ده اول نقطة كنا اتكلمنا فيها على القصة ديت. النقطة الثانية يا جماعة في المفهوم ديت، اخذنا نقط مهمة جدا واخذنا قاعدتين في منتهى الجمال وفي منتهى الأهمية، وهنحطهم دلوقتي وهنحتاجهم ان شاء الله باذن الله بعدين. اول رول كان اسمها الات ام الات ميديا، الرول الثانية كانت عبارة عن الات امبورت، ودول اتنين بصراحة لازم تعمل فوكس عليهم وتحطهم في حسبانك طالما انت شغال ريسبونس ديزايننج ان برايفت، طالما انت شغال على مين؟ على ميديا كويريز. اول نقطه نتكلم عنها الات ميديا. طيب اكشولي انا موجود في ملف الستايل دوت سي اس اس، وفاكرين الرول اللي كنا بنكتب بيها ات ميديا يا جماعه؟ ها كنا بنكتب ات وبعدين نكتب كلمه ميديا، وبعد الات ميديا كنت باخد مسافه وبقول يا جماعه المفروض اهو، المفروض اني احدد نوع الميديا اللي راح يتعرض عليها الرولز اللي انا هكتبها دلوقتي. ها ده السؤال، دي الرول، دي الطريقه، دي السينتاكس بتاعت الات ميديا. اوكي، يعني المفروض احدد نوع الميديا اللي انا اعرضه عليها، ولنفرض انا موجود في الستايل والستايل اللي انا هخليه سكرين. يعني الكلام ده معناه ايه؟ معناه بص الميديا اللي جايه لك ديت هتتعرض على السكرين، تمام؟ اوكي، بعدين كنت بفتح البرينثيسيس بتوعي، بفتح القوسين، وما بين القوسين كنت بكتب الرولز بتاعت السي اس اس اللي انا عايزها تتطبق لما الموقع ده يتعرض على الميديا سكرين، يعني الموقع ده لما يتعرض على الشاشه فالمفروض تكتب لي هنا الرولز بتاع السي اس اس اللي انت عايز تكتبها، تمام؟ كان المفهوم الغريب شويه ان انت المفروض تكتب صيغ السي اس اس بالطريقه اللي احنا كنا اتعلمناها يا جماعه زمان يا جماعه، يعني كنا بنكتب السي اس اس ازاي؟ كنا بنكتب السيلكتور، بعدين نفتح البرينثيسيس بعدين نروح كاتبين البروبرتي نقطتين اللي هي الكولين، بعدين نكتب الفاليو اكزاكتلي بالظبط، يعني خلينا نكتب بعضين وبعدين افتح البرينثيسيس تاني عشان ما يبانش ان في مشكله ما بين انت عندك برينثيسيس صغيره وعندك برينثيسيس كبيره. اوكي، البرينثيسيس الاولانيه دي خاصه بالات ميديا، انما البرينثيسيس التانيه ديت دي خاصه بالسيلكتورز اللي انت هتكتبها. يعني انت عايز تقول لي ايه بالظبط اللي في بالك؟ انا عايز اقول لك ان انت ممكن تكتب بادي، ممكن تكتب اتش 1، ممكن تكتب اتش 2، اتش 3، ممكن تكتب اي عدد من السيلكتورز اب تو يو. ولنفرض انا نشتغل على مثلا باك جراوند داش كلر، انا هخليها القيمه ولنفرض يا جماعه بلو. اوكي، يعني معناه ايه الكلام ده يا جماعه؟ معناه لما يعني المفروض دلوقتي ان انا هعمل حاجه او ماشي، خلونا نفصل المفهوم ده. بنقول يا جماعه يا براوزر، لما تيجي تلاقي ان الموقع ده بيتعرض على الشاشه طبق لي الرولز ديت اللي هي كانت عباره عن باك جراوند داش كلر، بتكون عباره عن اللون الازرق. طب المفروض طالما انا استخدمت الات ميديا سكرين، المفروض يا اما الجرابت بتاعي يا جماعه صحيح، المفروض الجرابت بتاعي عام. طب خلوني انوم السطر ده، تمام، وانا مستخدم سكرين، انا هشيل السكرين ده وخليها اول، يعني اني او انا هشيلها اشيلها خالص، انا عايز بس اربط ملف السكرين لاني هربط بحاجه تاني كمان شويه، فاهمني يا جماعه؟ فما ينفعش احدد ميديا لاني الميديا هتتحدد تحت في ملف مين؟ في ملف الستايلز، تمام؟ فانا اربط بس من غير ما احدد ميديا. طيب اوكي جميل، خلونا نعمل كنترول اس كده ونشوف ايه اللي هيحصل على البراوزر لو انا عملت ريلود، هلاقي ان الستايل بتاعي اتطبق من غير مشاكل. اوكي جميل، طيب انت عايز تقول ايه بالظبط كده؟ اللي انا عايز اقوله لك ان انا ممكن اعمل كنترول سي للكلام ده كله مره تاني، واعمل المره دي مش ات ميديا سكرين، المره دي ات ميديا برنت، واقول له والله في الات ميديا برنت خد لي الكلام ده، خد لي مثلا فونت سايز عباره عن 100، خلينا ناخدها بكنترول سي وبلاش نغير الباك جراوند، خلينا ناخدها كده، تمام؟ نقول والله طب في حاله الميديا برنت خليني الستايلات بتاعتي عباره عن كذا. يبقى انت كده اللي انت عايز تقوله ان انت استخدمت الستايلز بتاعك، بدل ما انت تعمل سيبريتد سي اس اس فايل، عملت لي الستايلز بتاعك ان اونلي وان سي اس اس فايل. بالظبط كده، ده اللي انا نقصد نقوله للناس. بط اكشولي انا مش بصور الحديث عن الاتش تي بي ريكوست والكلام ده امتى انا طريقه افضل فيهم، لا لا الكلام ده انا بحاول نراجعه مع الناس، ويا ريت ناخد بالنا من نقطه مهمه اني مصفر او انا مش محدد ميديا معينه، انا قلت له لا اول اي ميديا، كاني انا اساسا مش كاتب ميديا لاني انا هحدد له الميديا بتاعي ان ملف الجلوبال سي اس اس، ملف السي اس اس الستايلز، ملف السي اس اس العام بتاعي اللي هحط فيه كل الستايلات بتاعت مختلف الميديا بتاعي. فلو انا جيت وعملت ريفرش هلاقي اوكي الستايل بتاعي ما فيهاش مشاكل، لو انا عملت جيت وعملت كنترول بي
هلاقي ان ال 100 بيكسل موجوده برضه، يعني ما حصلش فرق جامد ما بين الطريقه ديت وما بين الطريقه اللي هناك. اكزاكتلي بالظبط، استنتاجك صحيح باستثناء اني انا ما ربطتش بملفين سي اس اس، لا اكشولي انا ربطت بروبرتي سي اس اس. تمام يا جماعه، انا ما عندي ملف في سي اس اس واحد بس، ده انا بكتب فيه الاستايلات بتاعي وقلت له اه لما تتعرض على شاشه خد لي الاستايلات ديت، لما تتعرض على طباعه خد لي الاستايلات ديت في ملف سي اس اس واحد، في حين ان الطريقه اللي فاتت لا انا قلت له لما تتعرض على شاشه خد لي الاستايلات الموجوده في الاستايل دوت سي اس اس، ولما تتعرض على طباعه خد لي الاستايلات الموجوده في ملف البرنت دوت سي اس اس. فانا كده يعني بجبره ان هو يستدعي كل ملفات السي اس اس علشان يختار ما بينها، ده اللي هيشكل لي مساله اللود على براوزر. وديت النقط اللي ان شاء الله باذن الله هنحاول نتكلموا عنها لما يجي الحديث عنها يا جماعه. ديت النقطه الثانيه اللي حبينا نراجعها مع حضراتكم. النقطه الثالثه يا جماعه القاعده بتاعت الات امبورت. قاعده الات امبورت ديت واحده من ضمن القواعد اللذيذه شويه اللي هي برضو بتبقى ديفرنس او ديفرنت ما بين ال او مختلفة شوية يعني. تمام، خلونا نصفر الكلام ديت ونقول ايه يا جماعة، في هنعمل ات واكتب كلمة امبورت واخد مسافة. ها ات امبورت، بعد ما اخد المسافة يا جماعة انت عايز تعمل امبورت لمين؟ يعني المفروض بعد ما تكتب ات امبورت وات سبيس تاخد مسافة وتروح كاتب لي دايركتلي بعدها ما بين دبل كوتيشنز اليو ار ال بتاع ملف السي اس اس اللي انت عايز تعمل امبورتيشن. طيب اوكي جميل، انت موجود في الستايل دوت سي اس اس، عايز تعمل امبورتيشن لمين؟ لملف البرنت دوت سي اس اس. برنت دوت سي اس اس، طيب ملف البرنت دوت سي اس اس ده في ايه؟ ده في البادي اللي هي واخده مش عارف مين 100 بيكسل، ده في البادي واخده فون سايز 100 بيكسل، فانت بتقول له في ملف الستايلات العام بتاعك بالله اعمل لي امبورتيشن للملف الستايلات اللي هو اسمه برنت دوت سي اس اس. ها المفروض تسالني انت سؤال بالظبط كده، الات امبورت هتسالك انت سؤال. طيب المفروض انا بتكلم عن ميديا، يبقى المفروض تكتب لي ايه بعد منها؟ بعد ما تاخد مسافه تكتب لي انت عايز ده يتعرض على انو ميديا وده ملف البرنت، فانا هقول له اه والله ده يتخص بالبرنت، واروح قافل السيمي كولين بتاعي وابتدي اعمل كنترول اس. ولو رحت كده انا كده عندي في البرنت دايت في كذا وملف الستايل بتاعي ما فيهوش اي حاجه غير اتمدي، فلو انا عملت كنترول اس هنا وعملت كنترول اس هنا وعملت كنترول اس هناك ورحت عملت ريفرش ريلود اجي ده الديفولت فاليو بتاعه ده ما فيهوش ستايلات خالص، لاني انا اساسا مش كاتب ستايلات يا جماعه في ملف الستايل دوت سي اس اس غير بس قاعده الات امبورت اللي هتطبق بمجرد ما المفروض اني اعمل كنترول معاه بي، المفروض انه اكزاكتلي يستدعي لي يخلي لي النص حجمه 100 بكسل. ديت اللي حصل تماما، لان هو لما حمل ستايل قال لك اه والله انت عايزه على برنت خلاص ماشي، اول ما بمجرد ما انت تعمل كنترول بي هيروح يستدعي لك الكودز بتاعتك الخصائص بتاعتك من ملف مين؟ من ملف بتاع اللي هو كان اسمه برنت دوت سي اس اس. ديت الفكره بتاعت الات امبورت والخاصيه بتاعت الات ميديا. يبقى الفرق ما بين الات امبورت وما بين الات ميديا يا جماعه، الات امبورت بعد ما تكتبها بتحدد بعد منها اليو ار ال بتاع ملف السي اس اس اللي انت عايز تستورد تعمل امبورتيشن للستايلات تبعك للموقع بتاعك، بعد منها المفروض تسالك الات امبورت سؤال زي الفل، انت 100 100 انت استوردت لي الملف بتاع السي اس اس اللي انت عايز تعمل له امبورتيشن، طب المفروض تعمل لي ديفايننج تحدد لي بالظبط انت عايز الستايلات ديت لمين؟ لانو ميديا، فبعد منها بتبتدي تكتب الميديا طيب اللي انت عايز تعمل سمبليفيكيشن للستايلز اللي انت مستوردها عليها. ديت نقطه، في حين ان الفرق ما بين الات ميديا والات امبورت، الات ميديا بقى بعد ما بتكتب الات ميديا بتكتب دايركتلي على طول الميديا اللي انت عايز تستوردها ايه، يعني لازم تحدد له بعد الات ميديا الميديا ايه، انت عايز تعمل سكرين ولا عايز تعمل برنت ولا عايز تعمل هاند هيلد ولا وبعد منها تروح مستخدم البرنسسز. انا عندي في الات ميديا يا جماعه نوع اتنين برنسسز، عندي اتنين لاني هستخدم جوه الات ميديا هعمل سمبليفيكيشن لكل انا هكتب الرولز بتاع السي اس اس بتاعي، فكل سيلكتور هيبقى جوه منه برنسسز، فبالتالي ممكن يشيل معايا عدد كبير جدا من البرنسسز. ويا ريت الناس ما تتلخبطش من قصه ان انت يكون عندك برنسسز اللي هي اقواس مجموعات كبيره جوه الات ميديا. الات ميديا ديت يا جماعه هنقف عندها بحلقه النهارده، لكن هنجيلها بعد 7 أو 8 أو 10 حلقات ونيجي نستوردها او نيجي نحطها ونتكلم عنها بشكل كبير جدا ونستخدمها بشكل كبير. ديت يا جماعه عباره عن مراجعه سريعا كده الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا عنه في كورس السي اس اس عشان الناس ما تتوهش مننا قبل ما نبتدي ندخل على الحلقه اللي جايه ان شاء الله باذن الله تحت العنوان ميديا كويري سينتاكس. سأجنبني استقبل اسئله واستفسارات حضراتكم على مدار الحلقه ديت وعلى مدار التوتوريال بالكامل. نتقابل ان شاء الله باذن الحلقه اللي جايه ميديا كويري سينتاكس.
الصيغه العامه لكتابه الميديا كويري. ستي فوكس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.